هل تعتقد أن الكيان المحتل يعيش الآن عصره الوردي وأزهى عصوره في موجات التطبيع المستمرة من قبل الأنظمة وكذلك بعض الصحفيين الذين يذهبون إليه؟ طبعا بكل اسف المساله ما لها علاقه بالصحفيين، المساله انه اليوم اسرائيل في افضل احوالها، اليوم اسرائيل تعيش شهر العسل طبعا، لانه كل الانظمه العربيه تتسابق من اجل ارضاء تل ابيب، الحكام العرب يتسابقون على تل ابيب، العواصم العربيه تتسابق لنيل الرضا الاسرائيلي، وفي الوقت نفسه هناك موجه تطبيع بدون يعني تخيل العرب من 15 سنه طرحوا المبادره العربيه وكانت تعرض تطبيع مقابل سلام، اليوم تطبيع بدون سلام. فإسرائيل في شهر العسل. شكرا جزيلا عبر سكايب الكاتب والصحفي الفلسطيني الأستاذ محمد عايش، شكرا جزيلا لك.